الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الجزء الثاني من السكشن الخامس، وهي طرق الصبغ المركب. هنتكلم عن طريقة الصبغ الثانية، وهي طريقة الصبغ المقاوم للأحماض، أو اللي بنسميها الأسيد فاست ستين. الأسيد فاست ستين عندنا بعض أجناس البكتيريا زي المايكوبكتيريوم، دي من الصعب صبغ خلاياها بطرق الصبغ العادية زي طريقة صبغ جرام أو طرق الصبغ البسيط أو أي من الطرق هذه. فبالتالي بنستخدم طرق صبغ أخرى بتكون لها قدرة أو بتساعدنا في إن إحنا نقدر نصبغ النوع ده من الخلايا. وبنستخدم في طرق الصبغ ديت بنستخدم فيها الحرارة بحيث إنها تساعدني في دخول الصبغة إلى داخل هذه الخلايا. وعندنا بدل ما بنستخدم المية أو الكحول العادي في عملية الغسيل، لا ده إحنا في الحالة ديت بنستخدم الكحول المحمض بحمض ال HCl، وده بيكون أكبر قوة أو أكثر قوة من الكحول العادي في إزالة الصبغة. فلما بنقوم بعملية الصبغ والكحول المحمض ده يزيل لي الصبغة الأولى، لا يتم من بواسطته إزالة الصبغة الأولى اللي هي المين ستين، في الحالة دي بنسمي الخلايا دي مقاومة للأحماض أو صامدة للأحماض أو أسيد فاست ستين بكتيريا أو سيلز. أما إذا كان بسهولة إزالة الصبغة الأولى المين ستين بواسطة الكحول المحمض، وتكتسب الخلايا لون الصبغة العكسية، في الحالة دي بنقول النوع ده من الخلايا غير مقاوم للأحماض أو غير صامد للأحماض، نون أسيد فاست ستين بكتيريا. وبالتالي احنا عندنا هنا في الحالة دي بيكون الصبغة الأساسية بيكون لونها أحمر، أما وهي عبارة عن الفوكسين أو الكربول فوكسين وده لونه أحمر، أو الصفرانين وبرضه لونه أحمر. أما الصبغة العكسية عندنا هنا بيكون لونها أزرق وهي الكاونتر ستين، وهنا بيكون عندنا أزرق الميثيلين وده بيكون لونه أزرق. على العكس من طريق الجرام، قلنا في الغالب بيكون الصبغة الأولانية بيكون لونها الفاتح والصبغة الثانية لونها الغامق. هنا آسف، الصبغة الأولى بيكون لونها الغامق والصبغة الثانية لونها الفاتح. هنا العكس، الصبغة الأولى هي لونها فاتح لأن دخول الصبغة للداخل الخلايا ما بيخرجش بسهولة أثناء عملية الغسيل بالكحول. أما لو الخلايا صبغناها بالصبغة الثانية ودخلت بسهولة وصبغت الخلايا باللون الأزرق يعني غطت على الصبغة الأولى، في الحالة ديت يبقى البكتيريا مش من نوع الصامد للأحماض. طيب ليه بيختلف أو بيرجع إيه الاختلاف بين الخلايا ديت عن الخلايا العادية، وليه بنحتاج للطبقة أو الصبغ بهذه الطريقة؟ وده يرجع إلى إن وجود طبقة عالية من الدهون، طبقة عالية من الدهون بتغطي الجدار الخلوي والخلايا ديت، فالصبغ بالطرق العادية لا يسمح بدخول هذه الطبقة، لا تسمح بدخول الإيه الصبغات إلى داخل الخلايا، فبالتالي الخلايا الغير الصامدة للأحماض بعد الصبغة الأولى لو أنا صبغتها بدون عملية تسخين مش هتكتسب أصلا لون الصبغة الأولى من الأساس، على العكس الخلايا الغير صامدة للأحماض. فبالتالي بعمل عملية تسخين عشان أساعد إن الصبغة الأولى تدخل داخل الخلايا، وبعد ما بقوم بعملية التسخين واغسل بالكحول المحمض أسيب الغشاء لحد ما يبرد، وبعد كده أعمل الصبغة الثانية، وبالتالي الصبغة الثانية مش هتقدر تدخل من الأساس، فبالتالي يظهر لي لون الصبغة الأولى فقط. طيب الطبقة العالية من الدهون ديت، ودي بتكون لي طبقة اسمها الطبقة الشمعية، وأخص أهم حامض دهني فيها هو عبارة عن حامض المايكوليك أسيد. حامض المايكوليك أسيد ده بيتكون من 90 حامض دهني، وإحنا عارفين إن الدهون بصفة عامة أو الأحماض الدهنية بتقسم أو الدهون بتقسم لثلاث أصناف. الصنف الأول وبنسميه الأويل أو الزيوت، ودي بيكون سايلة، وعندنا الزيوت بيكون الاحماض الدهنيه بتاعتها قصيره السلسله، يعني مش السلسله بتاعتها مش طويله. احنا هنا بنقول المايكوليك اسيد 90 ذره كربون، الثانيه ممكن تبقى من لحد مثلا 10 ذرات كربون، وبتكون في الغالب الروابط بتاعتها غير مشبعه وبالتالي تظهر لي بالصوره السائله. اما الجزء الثاني منه بنسميه الفات، يبقى احنا عندنا الاويل ده القسم الاول. القسم الثاني اللي هو الفات، وده بيكون قوامه صلب، وبيكون الأحماض غالبا اللي داخله فيه بيكون من نوع المشبع. أما القسم الثالث وده الواكس،
او الشموع، وده بيكون الاحمال الدهنيه بتاعته فيها من اللونج تشين او السلاسل الطويله، واللي هنا بنتكلم عن 90 ذره كربون، وبالتالي دي بيكون شموع، ودي درجه اعلى وده صلابه اكثر من الايه الدهون العاديه. الطبقه الشمعيه دي في الحاله لما بيكون بارده بتكون صلبه ما بتسمحش دخول الصبغه، فبالتالي انا بقوم بعمليه التسخين عشان ادخل الصبغه الايه الاولى اللي هي بتكون بالنسبه لي لونها احمر. طيب، من بعض أمثلة الميكروبات اللي ليها خاصية دي جنس بنسميه المايكوبكتيريوم. المايكوبكتيريوم اللي منه المايكوبكتيريوم تيوبركوليزيس اللي بيسبب مرض السل. البكتيريا حتى واخدة اسمها من اسم الايه الحامض الدهني المايكوليك اسيد، فبنسميها مايكوبكتيريوم مايكوليك ومايكو مايكوبكتيريوم. وعندنا الطريقة اللي بنستخدمها في طريقة الصبغ هنا بنسميها طريقة زيل اند نيلسون، زي ما الطريقة موجودة قدامكم كده، أو طريقة الصبغ المقاوم للأحماض. أول حاجة بثبت، بقوم بخطوة عادية زي كل طرق الصبغ، إن أنا بقوم بخطوة تثبيت الإيه الغشاء، بقوم بخطوة إيه يا جماعة؟ تثبيت الغشاء. بعد تثبيت الغشاء بحط الصبغة الأساسية المينستين اللي هي عندي هنا الكربولفوكسيل او الصفرانين، وبعد كده بقوم بعمليه التسخين. ايه فايده عمليه التسخين هنا؟ فايده عمليه التسخين ان بتساعد لي ان الشموع دي تحصل لها عمليه اساله، فبالتالي بيقدر تدخل الصبغه الاساسيه اللي عند المين ستين لونها احمر داخل الخلايا. وبعد كده بسيب الطبقه ديت اسيبها تبرد لحد بعد عمليه ان انا دخلت الصبغه، اكب الصبغه، وبعد كده اسيب الايه الشريحه عندي تبرد. بعد ما الشريحة بتبرد، أولا عملية التسخين دي بيكون من 3 لـ5 دقايق، وببدأ أحسب المدة دي من أول ما يبدأ يظهر لي بخار من الشريحة. يعني ما ينفعش أول ما أحط الشريحة أحسب الـ3 دقايق أو الـ5 دقايق، لا، أول ما يبدأ يطلع بخار أبدأ أحسب الـ5 دقايق. ولكن أثناء العملية دي بكون حذر إن لا يحصل جفاف للشريحة، إنها تجف، ولا إن الشريحة تبدأ تغلي، لأن في حالة الغليان هتطلع لي الغشاء اللي موجود على الشريحة، وبالتالي هفقده بعد كده في عملية الغسل. بعد ما الشريحة بخلص المدة دي بتخلص، بتم أسيب الشريحة لحد ما تبرد، وبعد كده أقوم بعملية الغسيل بالكحول المحمض، بالكحول الإيه المحمض. ليه أنا سبت الشريحة لما تبرد؟ عشان يرجع عملية الإسالة اللي حصلت لطبقة الشمعية ديت اللي هي مكونة من حامض المايكوليك أسيد تبدأ ترجع تتصلب تاني. ولما أقوم بعملية الغسيل بالكحول المحمض ما يقدرش الكحول إن هو يزيل الصبغة من داخل الخلايا. وبعد ما بقوم بعملية الغسيل بالكحول المحمض بغسل بإيه يا جماعة؟ بنقوم بعملية الغسيل بالمية. بنقوم بعملية الغسيل إيه يا جماعة؟ بالمية. وبعد كده ببدأ أحط الصبغة العكسية. الصبغة العكسية مش هتقدر تدخل داخل الخلايا الصامدة للأحماض عشان وجود الطبقة الشمعية، فبالتالي لا الخلايا الصامدة للأحماض لا تكتسب لون الصبغة التانية. أما لو كانت الخلايا غير صامدة للأحماض فبالتالي أصلا بيكون رجعت شفافة نتيجة الغسيل بالكحول المحمض زي مثلا إشريشيا كولاي، وفي الحالة دي بتكتسب لون الصبغة التانية اللي بيكون لونها أزرق. وبعد كده بجفف الشريحة بعد ما احط الصبغة العكسية ازرق مسين لمدة دقيقة او دقيقتين، وبعد كده بغسل الشريحة واجففها وافحص بزيت السيدر تحت العدسة 100 اكس او العدسة الزيتية، واشوف لو ظهرت لي زي ما انتم شايفين قدامكم كده الخلايا باللون الازرق زي الحرف A ده معناه ان الخلايا دي غير صامدة للاحماض لانها اكتسبت لون الصبغة التانية، لون الصبغة التانية اللي هي ازرق الميثيلين. اما الخلايا بي اللي هي الخلايا الحمراء وديت اكتسبت لون الصبغه الاولى او المين ستين وما كسبتش لون الصبغه العكسيه، وبالتالي بنسميها الاسيد فاست ستين. تمام، يبقى كده اعتقد ان واضحه العمليه. الاساس فيها ان انا عندي الطبقه الشمعيه ديت، بدخل الصبغه ولما برد بحجز الصبغه جوه والكحول المحمض ما يقدرش يحوشها. اما الخلايا اللي مش غير صامده للاحماض ما فيهاش الطبقه الشمعيه دي، فلما بحط الصبغه بتدخل، ولكن بعد كده لما بقوم بعمليه الغسيل بتطير الصبغه كلها وبتاخد بعد كده لون الصبغه العكسيه، وبالتالي تظهر لي باللون الازرق. وبكده يكون شرحنا الصبغ المقاوم للاحماض باختصار. الطريقه الثالثه من الصبغ المركب هنتكلم عن صبغ الايه صبغ الجراثيم. الاول هنتكلم اللي هو بنسميه السبورستين. الاول هنتكلم عن الجرثومه. الجرثومه مش كل البكتيريا تستطيع ان تكون جراثيم، يوجد بعض البكتيريا تستطيع تكون جراثيم فبنسميها البكتيريا المتجرثمه، والبكتيريا الاخرى التي لا تكون جراثيم تسمى بكتيريا غير متجرثمه.
بتعتبر الجرثومة هي إحدى أطوار الخلية، يعني إحدى أطوار الخلية أو مرحلة من مراحل الخلية في أثناء نموها، ولا نعتبرها طور من أطوار أو التكاثر، فهي تمثل طور سكون. يعني البكتيريا في عندما تكون في صورة جرثومة بيكون في صورة ساكنة، لا يكون لها أي نشاط حيوي، ولكن تكون في صورة سكون. اللي بيحصل ان بيتجمع الماده البروتوبلازميه اللي موجوده في الخلايا الخضريه والمكونات النوويه والحاجات دي داخل الخليه في منطقه معينه، وبيتكون حوالين الحاجات دي جدار سميك مكونا الجرثومه. ولما بيكون الجرثومه داخل الخليه وموجود حواليها بقيه الخليه الخضريه بنسميها سبرونجيوم، يعني خليه خضريه جواها جرثومه. ولكن إذا تحللت الأجزاء الخضرية وتبقى فقط الجرثومة فبنسميها السبور أو الجرثومة. أما في حالة الخلية التي لا تكون جراثيم فده بنسميها الفيجيتيف سيلز أو الخلايا الخضرية. أثناء خطوة الاسبرونجيوم لما بتتكون الجرثومة بيبدأ يحصل تحلل ذاتي للأجزاء الخضرية الموجودة، وفي الآخر تطلع لي الجرثومة. وميزة الجراثيم نتيجة إنها تبقى صلبة جدا فإنها بتكون مقاومة للحرارة وللأحماض والإشعاع والجفاف، والحاجات دي كلها قاتلة بالنسبة للخلايا أو البكتيريا في صورتها الخضرية وليست في صورة الجرثومة. يبقى بالنسبة لنا كده لازم نكون عارفين إن الجرثومة طول من أطوار السكون ومراحل من مراحل نمو الميكروب وتطوره، ولكن ليس أسلوب من أساليب التكاثر زي ما موجود في الفطريات بالتكاثر بالجراثيم. لا، ولكن لأن كل خلية واحدة بينتج عنها جرثومة واحدة ما بتطلعش أكتر من جرثومة، فبالتالي هي وسيلة بتاع ده طول من أطوار السكون وليس وسيلة من وسائل الإيه التكاثر. الجراثيم في الوضع العادي احنا قلنا ان هي صعبة او سميكة جدا وفي نفس الوقت صلبة، فقابليتها للصبغ بتكون ضعيفة جدا، وده عشان خاطر انها محاطة بجدار سميك، وبالاضافة الى ان البروتوبلازم البروتين الموجود فيه او المكون ليه من نوع منزوع الماء، ده هيدريتد بروتين، بالاضافة لان فيها كمان املاح الكالسيوم، املاح الايه الكالسيوم. فبالتالي لو انا صبغت الخلايا بطرق الصبغ العادية بدون استخدام طريقة صبغ الجراثيم، مثلا صبغ بسيط صبغ جرام، بالنسبة في الوضع ده هتصبغ جميع اجزاء الخلية ولكن لا تصبغ الجراثيم، فبالتالي يبقى جميع اجزاء الخلية ملونة ما عدا الجرثومة هي اللي بتبقى شفافة، وده بيبقى واضح جدا في اختبار جرام. بالتالي احنا بنستخدم في الطريقه ديت اننا زي ما عملنا في طريقه الاسيد فاسستين ان احنا استخدمنا الحراره في ادخال الصبغه لداخل الخلايا نتيجه وجود طبقه الشمعيه المحيطه بالخليه اللي بتمنع دخول الصبغه، هنا نفس الفكره احنا عندنا الجرثومه صلبه فبالتالي بنحاول نستخدم الحراره عشان ندخل الصبغه المينستين او الصبغه الاساسيه عندي اللي هي اخضر المالاكايت، وديت بنقوم باجراء عمليه التسخين اثناءها من 3 لـ5 دقائق، برضه مع مراعاة عدم الغليان وجفاف الايه الشريحة عشان ما يتمش إزالة الايه الغشاء. وبعد ما بيتم الخطوة دي بنقوم بعملية الغسيل، فبتتغسل الصبغة الأخضر مالاكايت من الأجزاء الخضرية ومن الأجزاء التي تحتوي على جراثيم، والمحلول الغسيل هنا سواء كان ميه او كحول او كذا او اي من الاشياء ديت لا يستطيع ازاله الصبغه من داخل الجرثومه، وده يرجع لصلابتها الشديده وتمسكها بالصبغه في الداخل. وبالتالي لا يتم غسيل الصبغه من داخل الجرثومه ولكن تخسر من الاجزاء الخضريه. ولما بنيجي نصبغ بالصبغه العكسيه اللي هي بتكون صبغه الحمراء اللون فوكسين او الصفرانين، فبتصبغ الاجزاء الخضريه، فبالتالي بيبقى الاجزاء الخضريه باللون الاحمر زي ما احنا شايفين في الشريحه، والجرثومه بيكون باللون الايه الاخضر. ولو الجرثومه في صوره سبور مش سبورنجيوم في الحاله دي بيكون الجرثومه لوحديها بتظهر باللون الاخضر، ولو خلايا خضريه هتظهر كامله باللون الايه الاحمر. طيب يبقى احنا كده بنستفيد من الطريقه ديت ان احنا نعرف هل البكتيريا متجرثمه ام البكتيريا غير متجرثمه. وممكن بطريقه تانية ان احنا ناخد الميكروب ده في بيئه في بتاع ده في محلول فسيولوجي ونعمل له عمليه بسطره بحيث نقتل الخلايا الخضريه كلها، ولو كان الميكروب مش من نوع المتجرثم فبرضه بيحصل له موت، وبعد كده ننميها على اطباق. لو نمت البكتيريا على الطبق بعد عمليه البسطره
يبقى في الحالة ديت البكتيريا من نوع متجرثم، أي موجود فيها جراثيم، الجراثيم متحملة للحرارة وبالتالي نمت لما حطيناها على أطباق. أما لو كانت البكتيريا من نوع غير متجرثم، في الحالة دي بتموت كل الخلايا بتاعته بعملية البسترة، وبالتالي لما أجي أنميه ما ينموش. يعني دي طريقة أخرى للتعرف هل البكتيريا متجرثمة ولا غير متجرثمة. ولكن الطريقة ديت مفيدة بالنسبة لنا، إن إحنا عن طريقها بنعرف ممكن شكل الجرثومة، موقع الجرثومة، هل الجرثومة موجودة في السنتر بتاع الخلية ولا في أحد أطراف الخلايا، شكل الجرثومة، هل الجرثومة واخدة بالظبط حجم الخلية ولا حجمها أكبر من حجم الخلية، عاملة زي انتفاخات في الخلية، وموقع الانتفاخ وطبيعة الانتفاخ، والحاجات دي كلها من الصفات التقسيمية اللي بنستخدمها في تصنيف البكتيريا عشان نعرف هل البكتيريا ولا متجرثمة ولا غير متجرثمة، وبعد كده شكل الجرثومة إيه وموقع الجرثومة إيه، ده كله بيفرق في الصفات التصنيفية للبكتيريا. طيب الطريقة دي بنعملها إزاي، أو طريقة صبغ الجراثيم، ودي بنسميها طريقة شيفر وفيلتون. الطريقة دي بتعتمد ان احنا بنجيب ميكروب متجرثم وميكروب اخر غير متجرثم. ميكروب متجرثم زي الباسيلس ساتلس او الباسيلس سيرس او الباسيلس انثريكس، اي نوع من انواع الباسيلسات الموجبة لجرام الطويلة المتحركة. وبنستخدم ميكروب اخر غير متجرثم ككنترول زي الاشيريشيا كولاي، ودي ميكروب سالب لجرام. تمام. بعد كده بنحط صبغة أخضر الملاكايت على الغشاء الذي تم تثبيته ووضعه على سخان بحيث إن يحصل بخار. لأما لو أنا ما عنديش سخان بستخدم اللهب العادي، بس برفع الشريحة فوق اللهب ما بحطهاش جوه اللهب، بحيث بس يبدأ يظهر بخار، أبدأ أحسب الوقت بتاعي من 3 ل 5 دقايق بحيث إن يبدأ خلال الفترة دي كلها يبدأ ظهور بخار ويطلع بخار من الشريحة. ولكن اذا حصل ابتدى يحصل جفاف، انا ممكن اضيف شوية صبغة زيادة وامنع اطلاقا حدوث غليان، عشان الغليان هيعمل لي ازالة للغشاء بالكامل من على سطح الشريحة، وبالتالي هفقد الغشاء كاملا في اثناء عملية الايه، اثناء عملية الغسل. بعد ما بيتم الخطوة ديت بطلع اكوب الصبغة بعد الخمس دقايق او 3 دقايق، وبعد كده اغسل بتيار من خفيف من المية لحد ما يكون لون المية القطرات النازلة لونها اخضر فاتح جامد جدا. وبعد كده ابدأ احط الصبغة العكسية. فلو كانت الخلايا اللي عندي موجود فيها جراثيم داخل الخلايا هتتصبغ بصبغة الأخضر الملاكايت، ولو كانت الجراثيم موجودة بس مش داخل خلاياها ففي الحالة دي هتتصبغ الجرثومة فقط، أو إن الخلايا خضرية فبالتالي مش هتكتسب لون الصبغة دي وهيتم إزالته بأثناء عملية الإيه، الغسيل. بعد كده بحط إيه الصبغة الإيه العكسية بالنسبة لي، وهي الصبغة الإيه، الصفرانين أو الفوكسين. لو الخلايا خضرية بالكامل ففي الحالة دي هتتصبغ كلها باللون الأحمر، أما لو كانت الخلايا غير في الثور السبرونجيوم او ثور اللي هو بيكون خلايا خضريه جواها جرثومه، في الحاله دي الجرثومه بتفضل باللون الاخضر والخلايا بتبقى باللون الاحمر. اما لو كانت الجرثومه فقط فبالتالي مش هتكتسب اللون الاحمر من الاساس وهتفضل محتفظه باللون الاخضر فقط. بعد الخطوه دي بنسيب المحلول بتاعنا او الصبغه بتاعتنا على الشريحه لمده دقيقه، وبعد كده بقوم بايه، بخطوه سكب الصبغه واعمل عمليه غسيل واجفف، وبعد كده اشوف الخلايا تحت الميكروسكوب بتظهر لي زي ما موجود في الصور اللي امامنا ديت في البرزنتيشن. وبكده نقدر نقول ان احنا نقدر نصنف البكتيريا متجرثمه او غير متجرثمه. عشان كده لما بنيجي نسال يقول لك ايه بكتيريا الباسيلا ساتلس، قلنا هنقول في الاول هي عباره عن ايه، عصويات طويله، عصويات طويله. عرفنا دي عن طريق الصبغ، ان انا عرفت انها عصويات شكلها عصوي وطويله حجمها طويل في تجمعات. بقى نظام التجمع هل هو طريقه فرديه يعني في افراد ولا في سلاسل وازواج، ففي سلاسل وازواج. عملنا الاختبار اللي فات موجب لجرام ولا سالب لجرام، مثلا الباسيلس موجب لجرام وماشي، ودلوقتي بقت عندنا اختبار الجراثيم هل هو ايه، متجرثم ولا غير متجرثم. فاكني بعمل تعريف للايه، للميكروب. يعني مثلا زي ما انا اسمي ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم، فالميكروب بقت هنعرف صفاته، هو عباره عن ميكروب عصوي طويل في سلاسل او في ازواج موجب لجرام ومتجرثم. فدي يعتبر زي اكني بعمل الوصف بتاعه او التوصيف بتاعه. اما البكتيريا السالبه لجرام زي الاشيريشيا كولاي، فدي من اول خطوه لاخر خطوه. في الاول هتفقد صبغه اخضر ملاكايت، وبالتالي تكتسب لون الصبغه العكسيه فقط، هتبقى لونها احمر، مفيش اي نوع من انواع الجراثيم. وبكده يكون انتهينا من الدرس العملي الخامس بصفة عامة، من الجزء الثاني منه. وأنا آسف إن كان في أي تقصير، وده كان الحالة الصحية بتاعتي تعبانة شوية، ونعتذر عن أي أخطاء حدثت أثناء الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.